لك يبعث لك 60 حمى ان شاء الله الهي وانت جاهي، لك يعدلني اياك يا دلال لحتى ارتاح منك. استغفر الله العظيم. وبعدين مع هي؟ والله ما بيجوز هيك يا لطفي، حرام عليكي. شو هو يلي حرام ارتعمي؟ والله ما فهمت. حبيبتي الله يرضى عليكي، عم تدعي على هالبنت عم طالعه وعم نازله، ما بيجوز لك بنتي، والله ما بيجوز. مرت عمي كرمال الله، والله مو ناقصتك، رح تجنني وبتقولي لي لسه حرام. حبيبتي احيانا بتكون ابواب السما مفتحه. يا لطيف تعدي تدعي لك شي دعوه كبيره عليها، لا سمح الله يصير لها شي. لا تخافي عليها مثل القرده، ما رح يصير لها شي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مرت عمي لسه عندي انا شغل لفوق راسي، بدي لحق اعلق على الطبخه قبل ما يرجع عصام. تعي تيتي، تعي تقولي. تاتا والله ما عملت شيء انا. تقبري قلبي بعرف، انت ما في مني شطوره تقبرين. الله يرضى عليك. شوفك يا لطفيه، ليش زعلانه؟ شايفك بتضلي صفنانه. ما في شيء ابن عمي، ما في شيء. مبلا يامو، مرتك زعلانه مني. لا يا مو ما بتزعل منك لطفيه. لا زعلانه ما هيك؟ لا مرت عمي ماني زعلانه. بتعرف ليه زعلانه؟ لانه عم بنصحها. لا يا مو، لك انت ست الكل وبتأمرينا امر. الله يرضى عليك يا رب. انا يا مو ما بينهان علي يشوفها عم تدعي على دلال، يعني حرام هي بنتها بالنهايه. والله بكش بدني، يا بتقلا يبلعت لك داء السن، يبلاكي بكرسان، يجيبوا لي اياكي مقطعه ومفرمه، والله شي بيقببش على البدل لك امي. بعدين هلا ايام مجبورات وايام فضيله، يقعد لا سمح الله تكون ابواب السما مفتحه ويصير لها شي، يبعت لي حمى بعيد الشر عنها. اي والله بجن انا، ما بتجني انت؟ ما بتجني؟ معك حق يا امو. فهمتي لطفيه؟ فهمت. بزمانه كان في اثنين شباب قاعدين بدهم يحيوا ليله القدر. ربي يعيد علينا وعلى كل المسلمين بخير، قول امين. امين يا رب العالمين. قعدوا والله يقروا بهالاذكار وبالقران شوي ويصلوا ويرفعوا ايديهم ويدعوا، قاعدين عم يستنوا ليله القدر. تعبوا هدو، قام غفيت عينهم وناموا. واحد منهم فاق على الغفله قال له لرفيقه يبلاك بالعمى راحت علينا الليله، كيف خفينا؟ قام رفيقه ارتعب قال له يبلاك بالكرسا حتكرسحني من رعبتي. يا لطيف يا تيتي. شو هاي؟ شو هالحكي ها؟ وشوف باب السما مفتحه لانه هي ليله القدر. شو صار فيه؟ واحد عمي وواحد تكرسح، صاروا الاثنين معاقين. يا لطيف شو هالحكي اللي عم تحكي؟ سامعه يا لطفيه؟ سامعه يا لطيف. ومن هداك الوقت المكرسح بيركب على كتاف الاعمى وبيدله بوجهه على الطريق، والاثنين هيك قضوا كل حياتهم هيك. عن جد تيتا هالحكي؟ لكن مو عن جد. يا لطيف اهل الشام كلها تدريب بالسيره وكله بيحكوا عنه. لكن ليش؟ ليش بقول لك يا لطفيه يا بنتي الله يرضى عليكي لا تدعي. بعدين الله طعمك بنت تقبر عيوني مثل الورده، لك هي بنسخها تنضرب ياسمينه، لا تقولي لها يبعت لك داء السن. ان شاء الله عدوينا. سامع كلام حماتك شو حلو؟ سامع سامع، والله معك حق يا مرت عمي. هيك بدي اياك يا لطفيه، الله يرضى عليكي. ها ان شاء الله. قومي اشربي الشاي تيتك. تقبلي تعي لهون، والله لربيكي من اول وجديد يا كلب. يا الله اتركيها على البنت لنعزل فيها قتل. تركيني ربيها مرت عمي لهالكلبه، تركيني. هلا هيك بالقتل وبالضرب عم تربيها؟ هو علينا، شلون مرت عمي؟ دعاوي بطلنا ندعي كرمال ما تزعلي وتكون ابواب السما مفتوحه لا سمح الله، كمان ضرب ما بنضربها؟ يا بنتي يا لطفيه يا حبيبتي في ألف طريقه وطريقه تربيها غير الضرب والدعاوي. شو هالطريقه مرت عمي؟ شلون؟ انك تكوني هاديه وتصلي على النبي وتروقي وتكسبيها لناحك، مو هيك تقبريني تيتي؟ لا مو هيك تيتا، وانت ما دخلك. عم بتردي علي لك مقوصة؟ ايه بدي رد، ما دخلك انت. يردوا عليكي بلاطة، تعي نور شيكي، تعي نور شيكي، تعي نور شيكي، تعي نور. يا امي مو بتضرب مرت عمي، شو بنا؟ يو قال الدهر زيدوا قهر حتى الفقير يصيح، قال الجرح زيدوا ملح زيدوا دعاء وتسبيح.